الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل والله عزيز ذو انتقام
يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه في الأرض. أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة
قادة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Bapak Ibu, Majelis Hakim, hadirin dan hadirat, pencinta Al-Quran, para pengunjung dan para pemirsa live streaming di channel Diskominfo Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian penampilan finalis Hafizoh nomor peserta
MHQ 0919. Finalis Hafizoh nomor peserta MHQ 0919 merupakan utusan dari Kota Pontianak.